ازيك يا خالته؟ كنت فين؟ ما انت عارفه يا خالته اني كان عندي رسم التصوير بتاع مشروع مروان. ايوه عارفه، بس مش عارفه ان انت هتيجي راكبه ورا الموتوسيكل لحدين. طب وفيها ايه يعني؟ ما احنا الاثنين جايين على نفس المكان، عادي يعني. لا طبعا مش عادي. ليه في ايه؟ الهن جايه راكبه الموتوسيكل ورا مروان لحدين. بالراحه يا ماما، في ايه؟ هي جايه وراها الاحمر؟ ماما حبيبتي العالم اتغير، والموتوسيكل ده بقى وسيله مواصلات، اعتبريها كانت راكبه توك توك يا ستي. انا اسفه يا خالته، انا لو كنت عارفه ان الموضوع هيضايقك ما كنتش هعمله اصلا. انا بس بتعامل على ان مروان ده مش غريب. اهو مروان مش غريب. ها سمعتي؟ بعدين يعني انتي من الصبح مسربعاني، وكل شويه شاهلي شويه يا ناهد، العريس وقاله هيوصلوا، يلا نرتب الصاله، واديكي واقفه بقالك نص ساعه بتكلمي على ليلى. ما تيجي ماما عايزين نخلص بقى. بتساعديني انتي قوي يا حسر. بقى كده؟ بعد كل اللي عملته معاكي من الصبح ده؟ ماشي يا فوز. احب اقول لك بس انا شلت عنك بلاوي، ماشي؟ عدي الجمايل بقى. عندها عندها. بس احب اقول لك برضه ان انا مش هتنازل عن حقي ان انا اعرف ادق التفاصيل. تفاصيل ايه؟ التفاصيل المهمه. طب روحي. بلاش سرع بنات بقى. انا كنت مستنيكي. ازيك؟ انا كويس، انت عامل ايه؟ انا كله تمام، انا مبسوط اني شفتك. بقولك ايه، تعالي معايا. على فين؟ هلف شويه بالعربيه وبعدها ارجعك. طب استنى، والقرايه الفاتحه كده هتخلص في ايه؟ مش مشكله، هبقى ارجعك. ما تفكريش كتير، يلا.